تسلسل طاقتها من الأوطأ المن للأعلى. دير بالك علي. قاعدة هوند وتنص على أن لا يحدث ازدواج بين الكترونين في مستوى الطاقة الثانوي إلا بعد أن تشغل أوربيتالاته فرادا أولا. عرف رمز لويس هو ترتيب يعتمد وطلعناه شلون اوكي شرحناه شلون نطلع رمز لويس اوكي يعتمد ورمز الزمره ورمز الدوره ايضا طلعناهن على عدد الالكترونات الموجوده في الغلاف الاخير التكافؤ حيث يكتب رمز العنصر محاطا بنقاط. العنصر نفسيته طلابنا من امتحانتكم بيه تكتبوا لي اكس مثلا انا اقول لك اس مثلا اقول لك جي انت تروح تكتب لي اكس. لا طلابنا ركز على هذا الشيء ترى تحصل خطأ مو بعدين تجيني تسأل استاذ انا كتبت هيك شيء. لا حبيبي ركزي رمز العنصر نفسيته اس ينطيك الطلعه وتحط النقاط اللي تحطهن به على الرمز نفسيته مو تروح تجيب اكس. ذيك الاكس كمثال نصف القطر هي قياس نصف المسافه بين نواتي ذرتين متماثلتين ومتحدتين كيميائيا. طاقه التين تعرف بأنها مقدار الطاقة هاكلة تعريف اللازمة لنزع الالكترون واحد من مستوى الطاقة الخارجي لذرة عنصر معين متعادلة الشحنة في حالتها الغازية كما في تأيين ذرة الصوديوم. طلابنا اللي يحب يحط كتابه مويء الشور براحته، تحب تطلع القائمة وتقراها بالتفصيل المميل براحتك، شو تحب ماكو مشكلة. ستة مستويات الطاقة الثانوية تحتوي مستويات الطاقة الرئيسية على من؟ على N و M و L و K. على مستوى الطاقة الثانوية يرمز لها بمن؟ بالحروف F D P S. وتختلف هذه المستويات خصوصا من ناحية الشكل وعدد الالكترونات التي تحتويها. سبعة مستويات الطاقة الرئيسية يعبر عن هذه المستويات بعدد الكم الرئيسي ويرمز له بالحرف شنو؟ N. ويأخذ قيما صحيحة موجبة تساوي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ولا يأخذ قيمة الصفر أبدا. عرف السحابة الإلكترونية هو الحيز محدد من الفضاء المحيط بالنواة ويحتمل وجود الإلكترونات فيه ويرمز له بالرمز. لاحظ هذا الرمز تمام. سؤال 2 أستاذ شو بس هاي التعاريف مع الفصل الأول والباقيات تريدين الباقيات؟ أي أستاذ موجودات هناك اوكي وايضا كل فصل او كل فصل شارحهن وحدهن. يلا تعال سؤال 2 علل ما ياتي. طاقه تأيين النيتروجين 7 الان اعلى من طاقه تأيين الاكسجين 8 او شنو السبب؟ الجواب هنا لاحظ شو تسوي. الاكسجين نجي لل 7 تجيها تطلع اولا الدوره والزمره شلون تطلعهن؟ اس اس بي يعني يكتفن اي استاذ يكتفن. شلون اعلى قيمه تاخذها الاس هي 2 اعلى قيمه تاخذها الاس ايضا 2 اعلى قيمه تاخذها 6 بس انا ما احتاج احتاج بس 3 اخذت 2 بال 2 4 ايش قد عايز من السبعه؟ عايز 3 اذا اخليها على البي 1 2 2 يا دوره دوره ثانيه يا زمره. استاذ انت قلت لنا اذا انتهت بي نزودها 2 زائد 2 ذن زمره 5 تمام 1 هذا الجواب مالتهم. شوف الطاقه تأيين 8 او يساوي لي اس اس بي. لاحظ لهنا أنا. اعلى قيمه ياخذها 2 اعلى قيمه 2 اعلى قيمه للبي 6 ولكن انا ما احتاج السته كلها شو احتاج؟ باقي لي بس 4 اضيف 4 واحد اثنين اثنين. سادتك قلت لنا الدورة ايش قد؟ قلت لنا الدورة الثانية هاي هنا تلقونها زين تمام. والزمرة السادة الزمرة اذا انتهت بي زائد اثنين هي اربعة نزودها اثنين اذا زمرة ستة. يلا حلوة هسه وضحت شو تقول له؟ الجواب لان النيتروجين يمتلك مستوى طاقة ثانوي نصف مشبع اللي هو P3 لذلك يكون النيتروجين طاقة تأيينه أكبر لأن النيتروجين من الأكسجين سوري طاقة تأيين أكبر من الأكسجين تمام. سؤال 2
لا يحدث تنافر الالكترونات مع بعضها البعض عند وجودها في نفس الأوربيتال؟ الجواب: وذلك لأن كل الكترون يبرم عكس الآخر، حيث أن أحدهما سوف يبرم حول محوره باتجاه دوران عقرب الساعة، أما الآخر برمه عكس دوران عقرب الساعة. واضح؟ سمي نموذج راذرفورد بالنموذج الكوكبي ليش؟ علل: لأنه تصور بأن البروتونات متمركزة في حجم صغير وسط الذرة سماها النواة، وأن الكترونات تدور حولها كما تدور الكواكب حول الشمس. وضحت؟ أربعة: علل فشل نموذج بور في تفسير بعض الظواهر الطبيعية للعناصر ليش؟ لأنه فسر نموذج على أساس ذرة الهيدروجين التي تحتوي على الكترون واحد فقط، وأهمل بقية الذرات التي تحتوي على أكثر من الكترون. سؤال الثالث يقول: ما المقصود بالنظرية الذرية الحديثة وما أهم فروضها؟ ما أهم فروض نفسي تسؤال أربعة كلهم جواب واحد. ما أهم الفروض النظرية الذرية الحديثة والتي هي نموذج معدل نموذج بور حول تفسيره للذرة؟ الجواب: تنص على احتمال وجود الإلكترون في حيز محدد في الفضاء المحيط بالنواة وليس في مدارته محددة الأبعاد كما أوضح بور، أطلق عليه اسم الأوربيتال. أهم فروض النظرية الحديثة، لاحظ هنا طلابنا، أولا تتكون الذرة من نواة تحيط بها الكترونات ذوات مستويات مختلفة من الطاقة، هاي واحد. اثنين، تدور الإلكترونات حول النواة في مستويات طاقة بعيدة نسبة لحجم الذرة تدعى بإعداد الكم الرئيسية N. ثلاثة، توجد النواة في مركز الذرة وتتكون من البروتونات والنيترونات. سؤال خمسة، أجب عما يأتي: نموذج ثومسون للذرة. الجواب أيضا يصير تعريف: تصور العالم ثومسون بأن الذرة كرة موجبة الشحنة تلتصق عليها الكترونات السالبة اللي هي سالب إي التي تعادل الشحنة الموجبة، وبذلك تصبح الذرة متعادلة. نموذج دالتون للذرة. أجب، خاف يجيك أجب، يعني شلون جاوب؟ أجاوب على شكل تعريف نفسيته: تصور العالم دالتون بأن الذرة على هيئة كرة دقيقة صلبة غير قابلة للانقسام، ولكل عنصر نوع معين من الذرات ترتبط بطريقة بسيطة لتكوين الذرات المركبة. ثلاثة، تصور نموذج راذرفورد للبناء الذري وبين سبب فشل هذا النموذج. تصوره بأن البروتونات اللي مساكنها متمركزة في حجم صغير، بس تلاحظ لنوعية الأسئلة اللي تجيك طلابنا، شوف الأسئلة شلون تجيك، يعني مو شرط اللي قريتها أنت أو اللي شفتها، أوكي؟ يعني غير لك بنمطها. البروتونات متمركزة في حجم صغير وسط الذرة، أطلق عليه شو أطلق عليه؟ اسم النواة، وأنها تحتوي على معظم كتلة الذرة، وأن الإلكترونات تدور حولها، لذا فإن أغلب حجم الذرة فراغ. الجواب هنا أيضا الثاني: الإلكترونات السالبة ساكنة، الإلكترونات السالبة متحركة. هنا ماذا اقترح بور؟ اقترح العالم بور أن الإلكترونات تدور حول النواة في مستويات ذات الطاقة وأنصاف أقطار محددة، ولكل مستوى رقم يميزه ويصف طاقته يسمى بعدد الكم الرئيسي. وضحت؟ عندنا هنا فقرة املأ الفراغات الآتية بما يناسبها حسب ما شفنا في الأسئلة. طلاب الخارج وطلاب الخارجي اجتهم شني؟ فراغات. ان رمز لويس ل 18AR هو شقد؟ لازم شو اطلع رمز لويس، يلا اضع هذه النقاط حوله، رمز ما تشقد 8. تمام، يلا افترضت النظرية الذرية الحديثة ان الذرة تتكون من نواة تحيط بها فراغ، شو تحيط بها؟ من ساعة اخذناها الكترونات ذوات مستويات مختلفة من الطاقة، اوكي. ثلاثة، الطاقة اللازمة لنزع الكترون من ذرة معينة تسمى بيا طاقة، طاقة تئين، اوكي، دير بالك عليها، اما تجيك على شكل تعريف او تجيك على شكل فراغ.
أربعة احتواء المستوى الثانوي دي على خم فراغ أوربيتالات. إيش قد؟ خمسة. احتواء المستوى الثانوي F على فراغ إيش قد؟ سبع أوربيتالات. سؤال ستة، مستوى الطاقة الرئيسي الثاني يحتوي أقصى عدد من الإلكترونات مقداره إيش قد؟ الطاقة الرئيسي الثاني يحتوي على إيش قد؟ عدد الإلكترونات 8 إلكترونات. دير بالك علينا. سبعة، تترتب العناصر الدورة الواحدة في الجدول الدوري حسب زيادة أعدادها، حسب زيادة شنو؟ أعدادها الذرية. هسه خلصنا من سؤال إملاء الفراغات الآتية، هذه مركزة تفصيل موجود. عند سؤال هنا يقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أولا، ينسب اكتشاف نواة العنصر للعالم يا عالم رذرفورد، دير بالك عليها، أو بور براحتك شو تسميه سميه، أوكي اثنيناتها صح. اثنين، إن سوري هي اختيارات رذرفورد، أوكي هنا مو بور، رذرفورد طلابنا ركز زين، اختيارات رذرفورد طبعا داخين وما نعرف شلون. ان رمز لويس لذرة البورون 5 بي هو، لاحظ لياهن وين مكتوبة هنا 5، هذا البي شوفها شلون، هذا البي ايش مكتوب عليه 3، ليش انا اقول لك ليش، تدري ليش؟ ثلاثة، تعالوا وياي نطلع الرمز مالته، شلون نطلعه؟ نكتب اس اس بي، ايش قد هو؟ خمسة، أعلى درجة 2، أعلى درجة 2، أعلى درجة أنا ما أحتاج، أحتاج بس خمسة، أخلي له واحد، واحد هو منتهب بي، ايش قايل لك؟ قايل لك الزودة 2، زودت 2، ايش قد الطاقة؟ 3، إذن رمز لويس ايش قد؟ 3، وين توزعه؟ توزعه هنا، لاحظة؟ هاي البي 1 2 الفوق 3 هذا، اوكي مو تختار 4 و2. يلا، ان رمز لويس للفلور الناين اف هو، شوف نطلع يعني قبل لا نحل شو نسوي؟ نطلع الرمز لويس، شلون نطلعه؟ بالطريقة اللي قلت لك بيها، تكتب الرمز هذا اللي هو ناين اف، تكتبه كتبته، تكتب اس اس بي، نعم استاذ، شو تحط له فوق؟ اعلى شيء ياخذ ايش قد الاس؟ 2، اعلى شيء 2، اعلى شيء استاذ انا بس اريد 9، هو ياخذ 6 صحيح لكن اريد بس ايش قد؟ 5، اوكي؟ اذا خليت له 5، منتهي بمن؟ بالبي، البي تاخذه نفسيته؟ لا، لعش تاخذ؟ ازود 2 وحسبه هو رمز لويس، يعني ايش قد؟ يعني 7، تعال وزع لي اياهن، ساد 1 2 3 4 5 6 7، وضحت لو ما وضحت؟ وضحت استاذ، شكرا، اوكي؟ اذا تختار اللي 7، يلا. 4، ذرة عنصر ينتهي ترتيبها الالكتروني بالمستوى الثانوي. ليش ينتهي؟ بالمستوى الثانوي. 3S، فالعدد الذري هو 11 12 13 11، زين شلون عرفنا استاذ العدد الذري مالته 11؟ تعالوا وياي، ايش قد مالته هاي؟ 3، اذا ماخذ اس باس، تمام بلا، تعالوا وياي على هذا نعتبره، تمام اس باس بي باس، هذا علي ايش قد؟ علي 2، وهذا علي ايش قد؟ علي 2، وهذا علي ايش قد؟ علي 6، الاس بالاخير ايش قد؟ هو قال لك 11 استاذ، الاس بالاخير علي 1، اذا ايش قد العدد الذري مالته؟ 11. شلون عرفته؟ تعالوا يا شلون عرفته؟ انا منتهي اخر شيء بمن؟ مو بالبي، بالاس اس بس، هاي هنا نسميها بس، اوكي بي و اس، فمالتها ايش قد؟ هذني
واحد اثنين اثنين البعدين تجي ثلاثة ثلاثة واضح لو مو واضح واضح خمسة ذرة عنصر الكربون مرتبة بها الكترونات كما يأتي طلابنا هاي الأسئلة على ضوءها تقرأ بالتفصيل أوكي هاي بالتفصيل إلك منا الباشر فإن رمز لويس له لاحظ لياها إيش قال له تنتهي بمن ذرة عنصر الكربون مرتبة بها الكترونات كما يأتي اللي هي S S P إيش قد هنا أنا إيش قد هنا أنا منتهية ساد منتهية بالبي البي إيش قد عليها ساد اثنين قايل لك إذا منتهية على بالبي شو نزودها على مطلع رمز لويس ساد قلت لنا من الساعة وقبل شرحناها نزودها اثنين يعني إيش قد أربعة هاي أربعة لا ساد هاي ستة هاي أربعة لا ساد هاي اثنين هاي أربعة أي ساد هاي أربعة تمام سؤال ستة العنصر الذي يقع في الجدول الدوري ضمن الدورة الثالثة والزمرة السادسة عدده الذري قد 16 هاي مباشر نعرف له سؤال 37 ضع كلمة صح طلابنا يقول لك كلمة صح لازم تخلي كلمة وليس صح وخطأ أوكي أمام العبارة صحيحة والكلمة الخاطئة ثم صحح الخطأ هسه هاي ثم صحح الخطأ الموجودة ينسب اكتشاف نواة ذرة العنصر للعالم رذرفورد صح لو خطأ أخذناها هسه هذا ينسب صحيح أوكي خطأنا قلنا بور خطأ هو رذرفورد تمام صح اثنين احتواء المستوى الثانوي دي على خمس أوربيتالات صح لو خطأ صح ذرة عنصر ينتهي ترتيبها الإلكتروني بالمستوى الثانوي اللي هو S فالعدد الذري هو 11 صح اي نفسيتها هاي اخذناها من الساعة صحيح الساعة وعرفنا شلون تنتهي هاي شوفها زين اربعة عنصر يقع في الزمرة الخامسة والدورة الثالثة فهنا مستوى الطاقة الثانوي الاخير له هو 3P3 اوكي صح خمسة مستوى الطاقة الرئيسي الثانوي يحتوي اقصى عدد من الالكترونات مقداره شقد 8 الكترون صح لو خطأ ساد صحيح زين يزداد لاحظ كلمة يزداد نصف القطر العناصر ضمن الدورة الواحدة كلما زاد عددها الذري خطأ ليش لأنه يقل نصف القطر في الدورة الواحدة سبعة وهو الأخير سؤال أخير العنصر الذي عدده الذري 13 يقع في الجدول الدوري ضمن الزمرة الثالثة والدورة الثالثة صح لو خطأ صحيح أوكي طلابنا لهنا انتهت المراجعة المرة